عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله مع بعضنا باش نعمل ساندويتش التاكوس. اول حاجة باش نبدأ فيها باش نحضر الدجاج. لهنا خديت رطل زر الدجاج، قصيتهم تريفات هكا صغيرين. تحبوا تعملوا بالزر الدجاج، تعملوا بسكالوب دو داند، ولا تنجموا تعملوه بالتن، ولا تنجموا تعملوه باللحم مفروم، الكل يجي بنين. انا اليوم باش اخترت باش نعملو بالدجاج. كما قلت لكم اخديت رطل الدجاج قصيته هكا تريفات صغار. توا باش نفوح باش نحط ملح، تابل وكروية، شوية كركم، رشة فلفل أكحل، باش نحط شوية فلفل حلو عاللون، ولهنا عندي ليزارب دو بروفونس كليل وزعتر كيف كيف يفوح الدجاج بالباهي، وشوية كمون. نخلط الفحات في الدجاج، وتوا باش نحط الزيت. الزيت ما نحطوش من الاول على خاطر كان نحط الزيت هو اول حاجة. الزيت باش يغلف الدجاج وما يخليش هكا الفحات تشد بالطريقة هذية. حطيت تقريبا ثلاثة مغارف زيت، حطيت زيت قطانية هاو. وتوا باش نحط المقلة على الغاز تسخن ونطيب الدجاج. توا باش نطيب الدجاج حطيت المقلة على الغاز سخنت بالباهي. توا باش نحط فيها الدجاج. نخليه يطيب على نار متوسطة. وهذه الدجاج بعد ما شد روحه مازال ما طابش، مازال نص طيب. لهنا خديت البصل قصيته كما قاعدين نشوفوا هكا شرايح. خديت انا كعبتين صغار ما همش كبار، ولا تحبوا تاخذوا كعبه صغيره تقصوها على شكل هذايا. وزدتوا للدجاج. انا علاش نزيد البصل للدجاج؟ اول حاجه البصل يبني للدجاج، وزيد من بعد ناقك البصل كاراميليزي في الساندويتش يزيد بنه اعلى بنه. بالنسبه كي ما تحبوش البصل بطبيعه المرحله هذيا تستغنيوا عليها. ندخلك البصل في الدجاج، راهو باش يذوب ماهوش باش يقعد هكا. ونخليهم يكملوا يطيبوا مع بعض. وهذا الدجاج سيئة طاب كما شفتوا، هكا الدجاج بدا ياخذ في اللون. نفس الشيء البصل هكا ولا كاراميليزي. وفي مطعم جربوه البصل هكا بالطريقه هذيا وياخذ مطعم الدجاج وكالفحات يجي بنين برشا. كيف كيف هكا الدجاج طاب. قعدت نطيب فيه على نار متوسطه، كل مره هكا نعمل له تحريكه صغيره حتى لين حصلت على النتيجه هذيا. توا باش نطفي عليه ونخليه يبرد شويه. وتوا باش نحضر صوص فروماجير. لهنا خذيت 20 سنتيلتر كريم ليكيد باش نحطها في الكسرونه الكل. حط ملح، وكي تملحوا تقراو حساب الجبن اللي عندكم يندرى مالح والا لا، هكاك باش تعدلوا الملح. لهنا باش نعمل رشه فلفل اكحل. نخلي الكريم ليكيد تسخن، حطوا الجبن اللي تحبوا عليه والجبن اللي متوفر عندكم، موزاريلا، ايمونتال، جبن المربعات هذيكم، جبن المثلثات اللي تحبوا عليه. وهي راهي لا تجي جاريه برشا ولا تجي عاقده برشا على ذيك هكا. انتم اللي تتحكموا في كميه الجبن كيفاش تحبوها، تحبوها مشخشخه برشا بالجبن والا تحبوا خفيفه، معناها ما تحبوش برشا الجبن. هذا يرجع لكم انتم. انا باش نحط فيها الجبن الحق نحبها مشخشخه. خديت انا 150 غرام ما بين موتزاريلا وايمونتال. وتنجموا تحطوا كيما تكتفيوا بنوع واحد كيف ما تحطوا برشا انواع تخلطوا. معناه نجمو تحطوا جبن المالح، تحطوا جبن اللي تحبوا عليه واللي متوفر عندكم. نحطوش الكل مع بعضه، نحطوا بشويه باش هكاك يذوب معايا.
وهكا تكون الصوص حضرت. انا كيما قلت لكم راني نحبها مشخشها بجبن، على ذيك على 20 سنتيلتر نحط 150 غرام جبن. انا يعجبني هكا كي يبدا الجبن هكا بالطريقه هذيا. انتم تنجموا تنقصوا في الكميه، انا نقول لكم راني نحط برشا جبن، انتم تنجموا تكتفيوا ب 100 غرام يكفي. هكا كيما شفتوا الجبن ذاب بالباهي، هذا هو القوام. صار نجيب مغرفه كيكه باش نفهم القوام بالبداية. هو القوي نتاعها صوص فرماجير كيما قلت لكم. بالنسبه للجبن كيما تنجموا تحطوا كميه كبيره، كيما تنجموا تكتفيوا ب 100 غرام. هكا هو توا الذيب الكدي باش نطفي عليه وهكا تكون حضرت. وتوا كيما قاعدين تشوفوا قاعده نعمل في لي ساندويتش، هذايا الخبز عملته ما صورتوش معاكم في الفيديو هذايا خاطرني راني سبق وعملته في فيديو وحده. سبق عملت مع بيه الشاورما يظهرلي. شوفوا وتنجموا تشريوه حاضره، اما من المستحسن حضروه في الدار. شوفوا قديش تري يمشي، تلفوه كيف ما تحبوا خاطروا تري بالباهي. هذايا البطاطا، قليت البطاطا عادي. هذايا صوص فرماجير اللي حضرتها معاكم، وهذايا الدجاج كيف كيف اللي حضرته معاكم. توا شنو باش نعمل؟ باش نحط صوص فرماجير، نحط شويه هريسه اختياري تبيع على هريسه، حل هريسه الجبن، نحط سكالوب، البطاطا، ولهنا باش نزيد الصوص بالفوق. نحط كل شيء في الوسط ونجي توا هكا نثني. الخبز كي يبدا تري تثني معاكم الساندويتش بسهوله. انا عملت خبزات صغار، معناها حبيت نعمل هكا دي ساندويتش صغار ما همش كبار، وهكا نتحصل على النتيجه هذيا. باش ناخذ لهنا لاباري نتاع البانيني، كان متوفر عندكم سينو عادي على مقله نورمال تحطوها، تحطوا لي ساندويتش نتاعكم في المقله. ديجا باش نعمل معاكم ساندويتش في المقله، ونسكر نخليها مدة 3 4 دقائق هكيكا. انا باش نعمل معاكم ساندويتش في المقلة للي ما عندوش لاباري متاع البانيني. كما شفتوا قبيلة هكا عملت ساندويتش عادي، نجي نحطه في المقلة هكا نطيبو على الجهتين هكيكا، راهو يعطيك نفس النتيجة غير اللي باش يطيب في لاباري متاع البانيني تجي فيه هكا كشلوط كشلوط هذيكم، اما راهو نفس البنة ونفس كل شيء. ولهنا حبيت نوريكم تلمو الخبز الوصفة هذه ناجحة 100%. الساندويتش هذي عملته انا مني متغدى لفطوري او عملته على المقله، ما انا نحبه هكاك راه يكون مبشمط برشا. انتم بالطبيعه تعملوا حسب الذوق نتاعكم، لكن حبيت نقول لكم على الخبز راهو يقعد تري ما يجرى له حتى شيء، حاجه واحده خليه كي يبرد تحطه في ساشي وسكر عليه بالباهي. انا يقعد لي بنهارين وزيد نعمل كميه كبيره ما نقعدش كل مره نطيب، نحطه في الكونجيلاتور و ويقعد معناها وقت اللي نستحق نجبد. شوفوا مني متغدوة وتتويلي بالباهي وطيبته كما قلت لكم، هدايا افطرت بيها متغدوة. هذه هي كانت وصفتنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تكون حصلت لإضافة. وتو ما قعد لي كي نقول لكم ان شاء الله نلقاكم على خير من هنا للفيديو الجاي، وبسلامة.